السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أعزائنا المشاهدين ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من صدى الأقلام. واليوم نسمع هذا الصدى في عناوين الصحف ثم في المقالات التي وردت في تلك الصحف، ونبدأ بالعناوين. في المدى جماعات الكاتيوشا ترد بالصواريخ على الحوار العراقي الأمريكي. في الزمان حزمة تقشف تلغي التعيينات وتحدد 9 شروط لرواتب رفحاء. في العرب الجديد أوامر اعتقال لمتورطين بقمع التظاهرات وميليشيا العصائب تغلق مقراتها بالجنوب. أما في موقع عربي 21 منظمة الصحة العالمية تحذر من بؤرة جديدة لكورونا في العراق. القدس العربي قالت نواب أمريكيون يعدون مشروع قانون وقف إرهاب إيران. وفي الخليج الإماراتية اقتراح فلسطيني مضاد لخطة ترامب يتضمن دولة منزوعة السلاح. أخيرا في الشرق الأوسط كورونا يحصد 400,000 ضحية ومدن العالم تعود على الرغم من التحذيرات. هل يمكن أن يكون الحوار العراقي الأمريكي حواراً أمريكياً إيرانياً بالوكالة؟ يمكنه أن يكون كذلك لولا أن حاجة الولايات المتحدة إلى الحوار مع العراقيين هي أكثر إلحاحاً من حاجتهم إلى مثيله مع الإيرانيين. فاروق يوسف يقول في صحيفة العرب اللندنية إن ما لا يعرفه الإيرانيون عن ضرورة إلحاق عن ضرورة العراق بالنسبة إلى أمريكا سيكون حاضراً باعتباره استحضاراً للاتفاقية الاستراتيجية التي وقعها البلدان عام 2008. تلك اتفاقية لم ينتهي العمل بها وليس في الإمكان وضع نهاية لها، على الرغم من أن الفريق الشيعي الذي وقعها في عهد حكومة نور المالكي قد عمل على وضعها على الرف كما لو أنها لم تكن. كانت تلك الاتفاقية أشبه بمحاولة اعتذار عن احتلال العراق. أرادت الولايات المتحدة من خلال تلك الاتفاقية أن تضع خبراتها في مسائل شتى في خدمة الدولة العراقية الناشئة، غير أن الحكومات العراقية المتعاقبة فضلت أن تستفيد من الخبرة الإيرانية المكلفة بدلا من أن تلجأ إلى الخبرة الأمريكية المجانية التي كانت جاهزة حسب ما تنص عليه الاتفاقية. وكما صار معروفا فإن الخبرة الإيرانية نجحت في تدمير ما تبقى من إمكانية لدى العراقيين لبناء دولة، فصار العراق أشبه بولاية إيرانية يديرها قاسم سليماني ممثلا للولي الفقيه الذي تدين له بالولاء ميليشيات مسلحة. تمكنت من الإطباق على مفاصل الدولة ما يمكن أن يحصل عليه العراق ممثلا بحكومة الكاظمي من وعود أمريكية يمكن أن يحبطه مجلس النواب الذي تسيطر عليه التنظيمات والميليشيات المسلحة التابعة لإيران. فهل ستكون العودة إلى النظام الإيراني ضرورية من أجل اتخاذ مخرجات الحوار طريقها إلى الواقع؟ الكاتب يقول إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يعرف أكثر من غيره أن في إمكان الولايات المتحدة الأمريكية التي صنعت متاهة العراق أن تخرجه منها، غير أن تلك المعرفة ستكون مضرة بالنسبة إلى الآخرين من شركائه في العملية السياسية الذين يراهنون على الحليف الإيراني، وتلك هي المعضلة. ماذا يعني قرار رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي فك ارتباط ميليشيات الحشد بالقوى والأحزاب السياسية وإلحاقها بالقوات المسلحة النظامية؟ وإلى أي مدى يمكن اعتبار القرار حلاً لمشكلة كبيرة استعصت على الحل؟ وهل سيقبل القرار قادة الميليشيات التي استشرت في سلطتها حتى شكلت دولة عميقة تقرر وتعتقل وتسجن وتنفذ حتى أحكام إعدام من دون أن يجرؤ القضاء أو رجال الحكومة على مواجهتها أو ردعها؟ هذا ما تساءل عنه عبد اللطيف السعدون في مقاله بصحيفة العربي الجديد. يقول دبلوماسي غربي عمل في العراق سنوات قبل الاحتلال وبعدها،
إن ظاهرة توغل الميليشيات في العراق أكثر تعقيدا مما يتصوره بعضهم أو يراه الكاظمي، فأغلب قيادات تلك الميليشيات خرجت من معطف قاسم سليماني وتربت في أحضان الحرس الثوري الإيراني، وبعضها تدرب في قم وطهران واكتسب مهارات القتال والقنص والعمل الاستخباري. في المقابل يعرف الكاظمي من خلال تجربته في المخابرات أن العراق لا يمكن أن يصنف دولة سوية إذا كان يتحمل كل هذه القوى الميليشياوية التي لا تجلب له سوى التصدع والتهتك والإغال في دماء أبنائه. وهو يدرك أيضا أنه يحتاج إلى دعم المجتمع الدولي كي يحصل على ما يريده لبلاده، وليس أمامه سوى البحث عن مقاربة تقيد حركة هذه الميليشيات بوضعها تحت إمرته المباشرة قائدا عاما للقوات المسلحة. وقد قبلت إيران على مضض هذه المقاربة تحت ضغط وضعها الداخلي الصعب بعد أن ضمنت أن رؤوس هذه الفصائل سوف تبقى سالمة، وأن وكلاءها النافذين في العراق يمكنهم ممارسة العمل السياسي من دون التعرض لمساءلة قانونية عما ارتكبوه من جرائم اغتيال وقنص واختطاف في السابق، وقد يتمكنون من قلب الطاولة إذا ما توفرت لهم فرصة القيام بذلك مستقبلا. الكاتب يرى أن المعطيات المتوفرة لا تجعل الكاظمي يفكر في حل أبعد من المقارنة العرجاء التي تبناها، على الرغم من أن إعلانها لا يكفي وحده لنجاحها، إذ ثمة ما يجعلها منتهية الصلاحية منذ البداية، والإيرانيون ووكلاؤهم العراقيون يصطنعون الصمت والقبول، لكن عيونهم تظل مفتوحة على ما يمكنهم فعله في قابل الأيام. إصلاح ما لا يصلح أو يصلح، مقال لدكتورة فاتح عبد السلام في صحيفة الزمان. سمعنا جملا عابرة عن نيات لإصلاح النظام الإداري في العراق، وإذا اعتقد مسؤول هنا أو هناك أن خللا ظاهرا في الإدارات وسياقاتها هو الذي يضر بمستقبل الاستثمارات، فإن المسألة أبعد من ذلك بكثير وموغلة في تراكيب البناء السياسي. فاتح عبد السلام يقول في صحيفة الزمان إنه إذا كان المقصود بالإصلاح حلقة أو طبقة خارجية من أجل غاية قصيرة الأجل أو عاجلة، فإن ذلك لا فائدة منه، وربما لا يصح أن نسميه إصلاحا في الأساس. إذا كانت النية متجهة لإصلاح شامل فإنها وقفة تتطلب زمنا مريحا من الإعداد والإنجاز، كما تحتاج إلى طواقم مستعدة، وهذا لا يتوافر في الوضع العراقي الذي أعيد تشبيهه هنا مرة أخرى بعمل البقالين والدكاكين الصغيرة، حيث الرؤية لا تبعد سوى أمتار قليلة عن مكان العمل. الإدارة جزء من النسيج السياسي، خاضعة لجميع المؤثرات السلبية التي تنتج عن أعمال منظومات الفساد القائمة علنا أو المستترة. تلك هي العقبة الأولى العظيمة. تركيبة الوزارة الواحدة اليوم قائمة على خلل بنائي في الإدارة لا يتيح التطوير، فلا نزال نشهد وكيلي وزارات في مناصبهم وقد تغيرت 5 حكومات عليهم، وهناك أيضا ما يلحق بهؤلاء من طبقة سياسية نالت مناصب مدير عام ورئيس مؤسسة منذ أول حكومة إبان احتلال أمريكا للعراق، ولا يزالون في مواقعهم المتكلسة وما تحجبه من أدران وما تنطوي عليه من مفاسد في المال أو التعيينات أو التصرف بالممتلكات العامة أو الصلاحيات الوظيفية. الإدارات باتت مختلفة بالهواء الفاسد، لكنها تتوافر على طواقم اعتادت وتكيفت للعيش في الأجواء الموبوءة حتى لا يدخلها هواء نظيف أو تمتد إليها يد التغيير والإصلاح. ويختتم الكاتب بالقول إن الذين يسعون للإصلاح الإداري يجب أن يعلموا أنهم في مواجهة سياسية وربما أمنية في بعض الأحيان، وأن هذه المهام العظيمة لا تنجز بإطلاق شعارات ومن دون تمهيد عميق يصل إلى الأسس والكواليس التي تقوم عليها طبقات مهترئة لما بعد منصب الوزير، نزولا إلى درجة مدير عام وحتى مدير ورئيس.
تحت عنوان بشار الأسد محاصر بعد 20 عاما في السلطة، قالت صحيفة ليبراسيون الفرنسية إن المصائب تتراكم على الرئيس السوري ونظامه مع استمرار العقوبات الدولية ضده والأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، ناهيك عن الخلاف داخل الحاشية الحاكمة وانتقادات موسكو وطهران له والمظاهرات الشعبية. الصحيفة الفرنسية تقول إن الأسد الذي يصادف هذا الأسبوع الذكرى السنوية 20 لوصوله إلى السلطة خلفا لوالده حافظ يواجه اليوم بعد 9 سنوات من الحرب المدمرة على بلاده، تمزقا غير مسبوق داخل حاشيته التي تتحكم في شؤون البلاد السرية منذ عام 70 و900 وألف. وما يحصل حاليا مع ابن خاله رامي مخلوف قرش عالم الأعمال في سوريا منذ 20 عاما أكد للسوريين حجم الفساد وتحويل موارد البلاد من قبل هذه الحاشية الحاكمة، كما أنه يقسم العائلة خاصة الطائفة العلوية التي ضحت بعشرات الألاف من أبنائها في القتال من أجل بقاء النظام. وتابعت الصحيفة قائلة إنه بعد 9 سنوات من الحرب لم يستطع نظام بشار الأسد السيطرة على كامل الأراضي السورية بعد أن فشل في إحكامها على منطقتين رئيسيتين في الشمال الشرقي الذي تديره إدارة كردية ونصف محافظة إدلب شمال غربي البلاد والتي ما تزال خارج سيطرته. وترى الصحيفة أن الوضع الراهن أعاد إحياء الاحتجاجات العامة، حيث تجمع يوم الأحد الماضي آلاف الأشخاص في مدينة إدلب رافعين شعارات معادية لنظام بشار الأسد. وتشير الصحيفة إلى أن هذه الاحتجاجات تمت أيضا في مناطق يسيطر عليها النظام، كما هو الحال في جيب السويداء الدرزي، وذلك احتجاجا على الانهيار الاقتصادي، وأيضا في درعا التي خرجت منها الانتفاضة عام 2011. كاد لبنان أن يغرق يوم السبت الماضي في فتنة مذهبية مدمرة جراء هتافات مذهبية مقيتة أطلقها بعض الرعاع خلال تظاهرات ضد الفساد والسياسات المالية والاقتصادية التي أدت إلى اتساع رقعة الفقر والجوع والمديونية، إضافة إلى اهتراء البنية التحتية وخصوصا الكهرباء. صحيفة الخليج الإماراتية ترى أنه لولا تدخل العقلاء والمرجعيات الدينية لكان لبنان سقط في فتنة مذهبية كانت ستأكل الأخضر واليابس وما تبقى من لبنان. ما جرى كان جرس إنذار جديد بأن لبنان على شكله الحالي الخاضع لسطوة أحزاب وقوى طائفية ونظام محاصصة وقوانين عاجزة عن محاسبة الفاسدين واللصوص الذين نهبوا المال العام وحولوه إلى مزرعة وإقطاعيات وامتصوا عافيته وتركوه يئن تحت ثقل ديون لا طاقة له على سدادها. هذا لبنان يجب أن يتغير في الحال، لأن الأمور قد تخرج عن السيطرة ولا تتوفر الكوابح التي يمكن أن تلجم الفلتان إذا ما حصل. أزمة لبنان التاريخية في نظامه الطائفي الذي قام على أساسه منذ الاستقلال ولم يخضع للتغيير أو التعديل رغم مآسي الحرب الأهلية التي استمرت 15 عاما، ولم تتعلم الطبقة السياسية إياها الدرس بأن النظام الطائفي هو السرطان الذي لا علاج له إلا بالاجتثاث، بل عملت على تكريس الواقع الطائفي باعتباره الأداة الوحيدة التي تضمن لها استمرار القبض على البلاد والعباد. كان مشهد يوم السبت الماضي في بعض شوارع بيروت مرعبا ومخيفا ويذكر بأيام الحرب اللبنانية السوداء. وإذا كان لبنان نجا من كارثة حقيقية بأعجوبة، فالمطلوب أبعد من تبويس اللحى والمصافحات الكاذبة والبيانات الإنشائية أو الحديث عن التعايش والوحدة الوطنية، هذه كلها مستلزمات عديمة القيمة انتهت صلاحيتها.
وبحسب الصحيفة فإن إلغاء الطائفية السياسية ووضع قانون جديد وعصري للأحزاب يحظر التشكيلات الحزبية الطائفية والمذهبية قد يكون مجرد حلم في بلد تتجاذبه ذباب أو ذئاب الطائفية ولا تمل من نهش لحمه ولا ترضى بديلا عن ذلك. لكن من حق اللبناني أن يصرخ في وجه عصابات الطوائف إلى أن يصل إلى ذلك اليوم. نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريراً أعده كل من ديفيد هالبرجز وآدم راسغون بخصوص الخطة الفلسطينية لوقف عملية ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. ويذكر الكاتبان أن المسؤولين في الضفة الغربية سيتركون السلطة الفلسطينية تنهار إذا فرض الكيان الصهيوني سيادته على الأراضي المحتلة. الصحيفة تشير إلى أن الفلسطينيين الذين يريدون بيأس ردع إسرائيل عن ضم الأراضي المحتلة يحاولون اتخاذ عدد من الخطوات الاستفزازية لقطع التعاون مع إسرائيل وإجبارها على تحمل كامل المسؤولية كمحتل عسكري عن حياة أكثر من مليوني فلسطيني في الضفة الغربية. وتضيف الصحيفة أنه في الوقت الذي تعتبر هذه الخطوات هزيمة ذاتية، ترى القيادة الفلسطينية أنها قوية إلا أنها قد تتراجع عنها حالة تعاملت معها إسرائيل والمجتمع الدولي بجدية وقبل فوات الأوان. وتقول الصحيفة أن الضم بالنسبة للفلسطينيين يعتبر خرقا للحظر المفروض على الاستيلاء على الأراضي من جانب واحد المتفق عليها في اتفاقيات أوسلو، الأمر الذي سيؤدي إلى سرقة الكثير من الأراضي التي عولوا عليها لتقوم عليها دولتهم. ولهذا السبب يقول الجانب الفلسطيني إن خطة الضم ستقتل الأمل في حل الدولتين للصراع. وتضيف الصحيفة أن الفلسطينيين بدأوا بالفعل الحد من التعاون الأمني، كما قاموا بأخذ خطوة مالية جديدة الأسبوع الماضي، ما قد يقود في كلا الأمر إلى أزمة اقتصادية واضطراب. وتنقل الصحيفة عن مسؤولين فلسطينيين قولهم إنه إذا استمر الوضع كما هو فعل الإسرائيليين أن يتحملوا المسؤولية الكاملة كقوة احتلال، وقد يعود الوضع إلى ما كان عليه قبل أوسلو. وتعلق الصحيفة أنه لا يوجد في الاستراتيجية الفلسطينية ما هو أكثر حذرا من موضوع التعاون الأمني، فمنذ الشهر الماضي قام 30,000 شرطي وعناصر للمخابرات الذين يحمون عباس من خصومه السياسيين بوقف التواصل مع نظرائهم الإسرائيليين والأمريكيين. وقد أثارت هذه الأزمة التكهنات حول ما إذا كانت هذه النتيجة إطلاق العنان أو السماح بموجة جديدة من العنف. لقيت فكرة قناع يظهر بسمة الأشخاص الذين يضعونه استحسان جهات عدة في بلجيكا، من بينهم عمال المطاعم والمعالجون الراغبون في إظهار جانب إنساني أكبر لمرضاهم. ويقوم هذا القناع الذي ابتكره مستثمرون شباب على التقاط جهاز تصوير فوري صورة للجزء السفلي من الوجه ثم طبعها على كمامة قماشية، ولا تستغرق هذه العملية سوى بضع دقائق، وهي ممكنة أيضا عبر الإنترنت مع نتيجة واقعية بدرجة كبيرة. وقد أثارت هذه الفكرة إعجاب مستشفى بروبمان في العاصمة البلجيكية، ويعنى خصوصا باستقبال الأطفال المرضى. وقالت مساعدة مدير العمليات في المستشفى هند أوغلي إن هذا الحل يظهر رغبتنا في استقبال المرضى بتفاؤل واهتمام. ولم يقتصر الاهتمام بهذه الفكرة على القطاع الصحي، إذ أكد القائمون على المشروع أن هذه الكمامات توفر إضافة حقيقية للعاملين في المطاعم ومصففي الشعر، إذ من المهم لديهم إطفاء مشاعر على الوجه. والآن إلى أبرز ما رسم فنانو الكاريكاتير.
بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم من صدى الأقلام، نلتقيكم في حلقة أخرى بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله.